رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض نوع من أنواع اللحوم الجميلة اللي كل الشعب المصري بيحبها، لحمة بالبصل. هنعمل دلوقتي شوربة تعتبر بتساعد على الحرق، مكوناتها بسيطة، حتى هتلاقونا عاملينها بزيت زيتون، يعني ما فيهاش حاجة كتير فيها دهون. يعني عندي أول حاجة نص كيلو من الجزر، نص كيلو من الجزر، عندي كمان نص كوباية من الشوفان المحمص، وكوباية من المشروم، وكوباية من الفجل، كوباية من الفجل متقطعة مكعبات صغيرة، وثمرة بصل، وكمان عندنا عود كرفس، شوية ملح وفلفل، زيت زيتون، ولتر من مرق الخضار. يعني ايه مرق الخضار؟ يا اما بشتريه جاهز، يا اما ان انا بجيب مرق الخضار ده احط شوية خضروات عندي في البيت زي البوكي جرنيه واخدهم عشان خاطر اغليهم واصفيهم يبقوا بالشكل ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ وفي شويه كمون، انا اسف. تمام، هناخد الخضروات بتاعتي مع زيت الزيتون. يعني هنحط البصل الاول، وبعدين نحط عليه معلقتين زيت زيتون. تمام، وبعدين بعد ما حطينا كده معلقتين زيت الزيتون عليه، هنعمل ايه؟ عشان انتوا عارفين انا ما بحبش احرق زيت الزيتون، نقلب تقليبه سريعه. اول ما بنقلب التقليبه عندي هنا الجزر عشان يتشرب من طعم البصل اهو، وياخد النكهه بتاعته. ده ني البصل يا شيف يوسف لسه ما لحقش. ما فيش مشكله خالص، انا عايز كله زي ما بنقول كده ني في ني. وبعدين عندنا هنا الفجل بتاعنا اهو، فجل الاحمر ده متقطع طعمه حلو جدا في الشوربه، وفي نفس الوقت زي ما قلنا بيساعد على الحرق. وبعدين الكرفس، عود من الكرفس، والمشروم، بس المشروم هستنى عليه شويه لان المشروم هو ده اللي محتاج، ما بياخدش وقت كتير في التسويه. ثاني حطينا البصل، زيت الزيتون، الجزر، الفجل، وبعدين حطينا الكرفس، كل ده مع بعضه اهو. شوربه حلوه جدا، قوامها جميل جدا، وفي نفس الوقت مغذيه وبتساعد على الحرق اهو. نقلب. هنيجي بقى نحط المشروم متقطع برضه نفس الحجم، لان احنا هنقدمها زي ما هي كده. لو انتوا عايزين تضربوها في الخلاط اضربوها، يعني لو انتوا عايزين تنعموها مفيش مشكله. طيب شيف يوسف، انت قلت شوفان محمص اهو، ليه؟ هقول لكم ليه. الشوفان عاده لما بيتحط كده من غير ما يتحمص بيبقى طعمه مش اهو، طعمه بيبقى مش مستساغ لناس كتير اهو، شايفين؟ عشان كده انا حمصته، بيدي طعم برضو حلو قوي. تمام، حلو. هنيجي ناخد مع بعض الشوفان ويتقلب كله مع بعضه. شفتوا بقى اسرع شوربه اهي. الشوفان اول ما بحطه كده بيلم السوائل الموجوده في الشوربه بتاعتنا اهو. وبعدين ناخد شويه الكمون. يا استاذه ندى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزه اعرف طريقه البسبوسه يا سيدي. من عينيا. حاضر حاضر يا مدام ندى. البسبوسه والكيكه، هي بتنشف منك البسبوسه صح؟ حاضر، هقول لك بتنشف ليه، وهقول لك على طريقه احلى بسبوسه، ويمكن احنا عملناها وطلعناها قدامكم كانت شكلها حلو قوي. حاضر من عينيا. حاجه تانية، سلام خاص لكل اهالينا في اسيوط بصراحه، يعني وحشونا كل قرايبنا في اسيوط كده. خلاص حاسس كده ان كل الحاجات خدت ودت مع بعض واختلطت مع بعض وادتني النكهات كلها بقت متجانسه. هنقوم نازلين عليها بالشوربه بس كده. بس كده، مش هنحط بقى لا كريمات ولا هنحط دقيق ولا هنحط زبده ولا الكلام ده كله. كل الحاجات دي مع بعضها كده شوربه رائعه. الناس حبايبنا اللي دايما بيحتاروا يشربوا شوربه دايت ازاي، يشربوا الشوربه دي. وان شاء الله الاسبوع ده برضه هنعمل لكم شوربه حلوه قوي بتاعه نوع من انواع الخضروات، وهقول لكم عايزينها تبقى دايت ازاي، عايزينها تبقى عاديه ازاي. تمام، خلاص احنا خلصنا كده، هسيبها تغلي. اول ما توصل للغليان برضو هشيلها على نار هاديه اهو. تمام، شايفينها؟ اول ما تغلي خلوها لغايه ما تغلي، بعد كده هغطي عليها واسيبها تستوي معانا. تعالوا نروح
نشوف الرز بتاعنا استوى ولا لسه، اللي احنا عاملينه قدامكم. بصوا يا جماعه كل حاجه قدامكم، كل حاجه طبيعيه 100%. شايفين اهي اهو، خلاص كده استوى. مش محتاج حاجه تانية، مش محتاج رز حبايه وحبايه، يعني مفلفل اهو، حاجه جميله جدا. اللحمه اللي ممكن تكون محتاجه شويه، اللحمه ممكن تكون محتاجه سنه شويه في التسويه حسب نوعها. ده النوع رز حبايه وحبايه، حبيت اعمله لكم لان في ناس كتير قوي ما تعرفش تعمله. هنروح نبص على اللحمه بصه كده وتاخد لونها الرائع ده. بصوا يا جماعه لونها عامل ازاي، اظن ما عملناش من وراكم حاجه. بصوا بقى الاول الصوص بتاعنا ده، الصوص بقى اللي انا بحب دايما نغمسه، يعني ممكن ما باكلش اللحمه وباكل الصوص ده كمان. واللحمه بتاعتنا بلونها التاني اهو، اللونها الجميل ده اهو، اللون اللي انا وصلتكم له قلت لكم عليه. هنسيبها برده تستوي معانا شويه على نار هاديه، وبعد كده نرجع نغرفها مع بعض. نرجع بقى نروح علشان نعمل مع بعض احلى شيش سمك. شيش سمك يعني حاجه كده من الحاجات اللي هي زي ما بنقول بتتشوي وكده. يلا بينا نشوفها مع بعض ونشوف المقادير ونعملها مع بعض. مش هننقل المقادير، خلاها زي ما هي كده، ونشوف مقاديرنا على الشاشه. عندي كيلو من السمك الفيليه متقطع مكعبات كبيره، عندي كمان كوبايه من الطماطم الشيري، وعندنا نص كيلو من البصل متقطع واخد منه جزء كده التخين، وبعدين فصين ثوم، رشه كمون، رشه كزبره، معلقتين من عصير الليمون، بشر ليمونه، معلقه كركم، معلقه بابريكا، معلقه من البصل الباودر، وربع كوبايه زيت زيتون، واخيرا هنقدمه مع رز بسمتي مسلوق ابيض. حتى يعني السمك ده برضو الناس اللي عامله دايت ممكن تاكلوا معانا ويبقوا مبسوطين جدا، لان ما فيهوش اي مواد دهنيه غير شويه زيت زيتون. لما نيجي نوزع زيت الزيتون على كميه السمك وكميه الحاجات يبقى يعني نقطتين في كل قطعه من دول، تمام؟ فعشان كده بقول لكم الناس اللي هي حابه تعمل الحاجه دايت وتاكلها، هو ده احلى حاجه ممكن يعملوها. حاجه ثانيه، الرز عملناه مسلوق فقط بميه، ليه؟ علشان يبقى عندنا النهارده وجبتين كاملين للدايت، وجبتين كاملين للدايت. انتوا عارفين طبعا ان احنا دايما بيجي لنا اسئله على الناس اللي عايزه تعمل حاجات دايت. برضو الخله اهي انا نقعها في ميه عشان خاطر لو دخلتها الفرن، لو دخلتها الفرن، مع ان انا عارف ان السمك ما بياخدش وقت خالص في التسويه. فهنعمل ايه؟ نجيب الاول السمك بتاعنا، وانا مقطعه كده بالطول، وهو التتبيله بتاعته في ساعتها، عشان كده انا مش عايز اشربه بالتتبيله قبل ما نعمل اي حاجه اهو. وناخد قطعه بصل ورا نسيناها، وبعدين قطعه بصل ثانيه هنا، وناخد برضو حته من السمك، يعني السيخ ياخد له ثلاثه كويس قوي اهو، تمام. وناخد قطعه ثانيه، شايفين بقى عامل ازاي السيخ. اخر واحده هناخدها اهي، نحط كده، وهروح احطهم هنا، ونجيب الثانيه والثالثه والرابعه لغايه ما نخلص الكميه، لان طبعا انا مقطعها بالطول فهتطلع معانا شكلها حلو قوي بشكل مختلف، مش مكعبات كبيره يعني، مش مكعبات مربعه يعني، تمام. طب الطماطم الشيري دي هقول لكم هنعمل فيها ايه، لان انا مش محتاج اخد الطماطم الشيري احطها معاها، انا هقدمها معاها، تمام اهو اهو. شايفين بصوا بقى ده السيخ بتاعنا اهو، تمام تمام. هنجمع كله الاول، وزي ما قلت لكم دايما الاسماك والجمبري بيتشربوا بسرعه من السوائل، فانا مش عايزه يعني ياخد طعم او نكهات السوائل بتاعتي قبل ما اشويها، يعني عايز احطها في ساعتها واقوم عاملها حاطط عليها على طول بقيه المكونات بتاعتي وعلى السمك، او مشوي في ساعتها يعني، فاهميني؟ مش عايز احطها واركنها. يا استاذ حسين. السلام عليكم، صباح الفل والجمال على الشيف يسري ملك الشيفات كلها. تسلم لي تسلم لي يا حسين، ربنا يخليك ليا. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. تسلم ايدك والله يا شيف، والله الحلقه النهارده حلقه امبارح كانت جميله بتاعت السي فود دي، كنا عايزين نسال حضرتك، عايزين نشرب السي فود بالكريمه. ما انا عملت بالكريمه وعملت من غير كريمه امبارح.
يعني حطيت شويه في الاخر عليها كريمه وشويه من غير كريمه. معلش يا حضرتك الكهرباء قطع، بس كان عندنا امطار اول البارح الجمعه كده وبتاع الكهرباء قطعت. معلش. حاضر، من عينيا من عينيا. احنا اسفين. معلش. لا خالص يا حبيبي، من عينيا. حاضر، هقول لك. الله يخليك. حاضر، تسلم يا شيف. الله يخليك. تحت امرك تحت امرك. انا بشكرك على اتصالك يا حسين والله، وان شاء الله ربنا يكون في عون اسوان، وان شاء الله تطلع زي الفل. انتوا عارفين اسوان من البلاد الجميله اللي كل مصر بتعشقها. هنجيب بوله كبيره وناخد عصير الليمون وعليه بشر الليمون، تمام، وعليه كل المكونات بتاعتي بقى اهو. وبعدين بعد ما احط المكونات، طبعا الثوم يكون مطحون. يعني ايه مطحون؟ ناعم، عشان يدوب جوه المكونات دي اهو، ما يكونش قطع يعني، تمام. وبعدين نجيب معلقه او شوكه ونقلب الخليط ده كده، لسه ما حطيناش لا ملح ولا فلفل، وهنحط عليه الزيت اللي احنا قلنا عليه اهو، تمام. بصوا بقى الخليط عامل ازاي. هنيجي بقى نزود عليه زيت الزيتون، قلنا ربع كوبايه. وبعد ما حطينا زيت الزيتون هنقلب تاني، هيدوب معانا جميل. وبعدين هنيجي هنا نعمل بقى اخر حاجه زي ما قلت، نتبل السمك. نرفع دي كده وناخد شويه ملح الاول على السمك مباشره اهو، قبل ما نسوي على طول، لان قلت لكم زي السفنج بيتشرب من الملح بسرعه. شويه فلفل صغيرين، وناخد الخليط ده ننزله على السمك ونقلبه فيه. حلو كده، حلو. طعم السمك هيعجبكم، والتتبيلة دي خطيرة، ويمكن برضو بتشوفوها أول مرة. ونمسك كده السمك نجلسه عشان يتشرب معانا، يعني نجلسه يعني نخليه كله كده، بنعمله مساج يعني، ياخد من كل التتبيلة عشان ما يبقاش في حتة ما فيهاش تتبيلة خالص اهو. شايفين اهو. وبعدين تمام كده، لا نار يا ياسر، ربنا يخليك ليا، تمام. وبعدين هنيجي هنا بقى نعمل ايه؟ هنقلع الجوانت ده وناخد الطاسه بتاعتنا دي. ممكن اشويه على الفحم، ممكن اشويه على الفحم، ممكن اشويه على الشوايه. لو شويته على الشوايه انا مش عايزه يلزق معانا، فانا عايزه يتشوي بحاجه يكون ما بيلزقش فيها الاكل بتاعنا. هنحط نقطه زيت واحده، نقطه كده صغيره. وبعدين نجيب منديل، دي بقى تخليه ما يلزقش معانا خالص، ونمسح الطاسه بتاعتنا كده وخلاص. بعد ما مسحناها نرفع معانا الاسياخ نحطها في الطاسه. هنسيبها على نار كتير؟ لا خالص، انتوا عارفين السمك ما بياخدش خالص وقت في التسويه. حلو كده، شايفين اللون عامل ازاي؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ هنسيبه مع بعض لغايه ما يوصل للتسويه الكامله. لو انا عندي شويه بقى من الحاجات اللي انا تبلت فيها دي، هنحط فيها بقيه البصل ده، ونحط فيها بقيه الطماطم دي، وهنشوحهم تشويحه في طاسه تانيه. تاني هنشوحهم تشويحه في طاسه تانيه. ليه؟ علشان خاطر يدوني الشكل ونفس التست ونفس الطعم الموجود في السمك معانا. مين معانا؟ يا أستاذة سميرة. الحاجة يا سميرة، أهلا يا أستاذ يوسف. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي. عامل إيه يا حبيبي؟ أخبارك إيه؟ ربنا يخليك ليا، تسلميني. ربنا يديك الصحة على الحاجات الحلوة، والله أنت بتعمل حاجات جميلة والله. ده بفضل دعواتكم، ربنا يخليك يا رب. يا رب يسلم إيديك، والله ده كلام من قلبي بجد بجد، بتعمل حاجات حلوة جدا. الله يخليك ليا يا رب. ربنا دايما يديم عليك الصحة ويديم عليك الحاجه الحلوه دايما. يا رب يا رب احنا وانت، يا رب احنا وانت. خليك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. مالكيش سؤال طيب يا حاجه سميره؟ انا بسال عليك بس. يا رب يخليكم يا جماعه، والله يعني يا انا مش عارف اقول ايه والله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على حبكم، الحمد لله رب العالمين. بشكرك يا حاجه سميره، وده يكفيني والله. الحمد لله الحمد لله. هنيجي كده نقلب السمك بالراحه. بصوا اللون اهو،
شايفين؟ هنستنى عليها برضو تاخد لون من الناحية التانية، وبعد كده نقلبها وتبقى معانا. السمك ده ممكن عايز محتاج يخش النار تاني، لو حابين تدخلوه جوه الفرن شوية مفيش مشكلة، لكن هو كده خد اللون الجلال بتاعه، والسمك مش محتاج أكتر من كده تسوية. تعالوا نبص على الشوربة أخبارها إيه. أهي بصوا بقى الشوربة بتاعتنا أهي بدأت تستوي معانا، شوربة خفيفة لايت. لو أنا حسيت بقى إن هي اتشربت كده والشوفان بقى سميك قوي كده هزودها شوية مية أهو، أو شوية من الشوربة تاني. لو أنا حسيت إن الشوفان اتشرب الشوربة لأن فيها كمية من الشوفان أهو بيمص أو بيمتص أهو. بصوا بقى الشوربة هو ده، هنغرفها مع بعض. هي استوت كده خلاص؟ أه. هناخد يا أحمد من فضلك هنغرفها مع بعض بقى ونوريكم شكلها إن شاء الله، ونروح على السمك بتاعنا علشان خاطر نكمل التسوية. بصوا أنا بقلبه من الأربع جهات، من الأربع جهات علشان خاطر يبقى مستوي معانا صح. زي ما قلت لكم لو حسيت ان هو لسه ني من جواه ممكن ادخله شويه في الفرن، ولذلك انا حطيت الاسياخ بتاعتنا جوه الميه تتشرب منها عشان لما تخش الفرن ما تتحرقش. هنجيب صينيه اهي، وبعدين نجيب ورقه الومنيوم. ورقة ألمونيوم يا أحمد ليه؟ علشان أغطي عليه بس عشان خاطر ما يتحرقش، ما ياخدش تحت الشواية يتحرق معايا بسرعة. هو كده لون أهو من كل الاتجاهات، ناقص واحدة كمان. يا حاج جمال عليكم يا شيف يسري. عليكم السلام ورحمة الله. والله منور الدنيا يا شيف يسري. اتأخرت عليا، اتأخرت عليا النهاردة. معلش والله لسه جاي دلوقتي اهو. الحمد لله على السلامة يا حاج جمال. انت عامل ايه يا شيف يوسف؟ بعدين انت مستكتر محبة الناس عليك، ده على رأي المثل البلدي بيقول لك حبني وخد ريال، قال له المحبة مش بالحيال. يا حبيبي ربنا يخليك يا رب يخليك. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. الله يكرمك ويخليك لي يا رب. انت جوعتنا بالسمك اللي انت بتعمله ده، خليتني انا دلوقتي في البيت بشتغل شيف. يلا بينا. كل ما هم يشوفوا كده يقول لك انت مش بتحب الشيف يسري؟ اعمل لنا زي ما هو بيعمل. طبعا الرز الاخضر. شرف ليا، شرف ليا والله يا حاج جمال. ربنا يكرمك يا شيف يسري، حبيت اطبع عليك بس يا رب يخليك ليا والله. اذا ننسى على كل اللي عندك كلهم بيسلموا على حضرتك، وانا بسعد لما اسمع صوتك والله. ربنا يخليك يا حاج جمال. انا هغطي ده كده ليه بقى؟ علشان يحميه من الشوايه وندخله الفرن شويه يكمل تسويته. اهو تمام، نسيبه كده متغطي. ليه؟ زي ما قلت لكم عشان درجة الحرارة اللي ده نازلة من فوق ما تأثرش عليه. وهنجيب معلقة هنا نمسح بس الطاسة بتاعتنا دي وهي سخنة كده، مكان تسوية السمك. اه مكان تسوية السمك. ليه؟ علشان خاطر عايز أعمل فيها زي ما قلنا شوية الخضار بتوعنا دول أهو. وهنحط معلقة من الزيت واحدة، ونقلب كل الخليط ده مع بعضه اللي هو البصل مع الخليط بتاع التسوية مع الطماطم الشيري، وننزل هنا بس كده وسيبوه يستوي معانا وياخد اللون بتاعنا وبألف هنا وشفا أهو. عارفين احنا ما بحبش اعمل حاجه من وراكم خالص خالص خالص. الطبق ده او شويه الطماطم مع البصل دول لوحدهم حكايه، يعني ممكن يتاكلوا كده بطريقه يعني مع السمك مع لحمه، بس من غير طبعا تتبيل السمك دي، مع اللي انتوا عايزينه تقدموه جنبهم بيبقوا حلوين جدا جدا جدا. عشان انا حبيت ارجع بطريقه حلوه جدا وتقديم مختلف. النهاردة عملنا مع بعض اللحمة بالبصل حكاية الحكاية زي الكتاب ما بيقول، وطبعا زي ما قلنا نقدمها مع رز، نقدمها مع عيش زي ما انتوا عايزين، وعملنا السمك الشيش، وعملنا كمان شوربة اللي هي الدايت. يبقى عندي أكلتين دايت، عندي السمك دايت في الفرن، وعندي كمان الشوربة.
شوربه دايت، وعندنا اللحمه بالبصل لعشاق اللحمه بالبصل. بعد الفاصل هروكم كل حاجه، محدش يروح في اي مكان، دايما التعليمي ودايما الجديد هتلاقوه في مطبخ شيف يسري على قناه الحياه، ولكن بعد الفاصل.